تعتبر ثروة النخيل من أهم الزراعات الاستراتيجية كذلك اللي تعول عليها الدولة، لا سيما أنه منتوج التمور راه كذلك من بين المنتوجات اللي تعرف تقريبا معدلات كبيرة في التصدير. تساهم الدولة كذلك في مختلف برامج الدعم الخاصة بتأطير الحماية الصحية لثروة النخيل عبر تنظيم حملات لمكافحة الآفات الاقتصادية، بالإضافة إلى إدخال بعض التقنيات الأخرى العلمية لتسعى وزارة الفلاحة إلى إدخالها من حملة إلى أخرى، وذلك في إطار ما يسمى بالمكافحة المتكاملة لتقليل استعمال المبيدات. رانا في التحضير لعملية الجني تاع التمور بعد سنة من العمل الدؤوب، حيث قمنا بالتلقيح كما تعرفوا، ثم بعد ذلك بعد التلقيح كاين تريتمون تاع محاربة بوفروة، ثم بعد ذلك عملية التخفيف، واليوم إن شاء الله رانا ننتظروا في الجني نتاع التمور اللي راح يكون بعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع. والعام هذا كما راكم تشوفوا رانا ننتظروا في محصول يعني يكون لباس به. نحن الآن قد اقتربنا من موسم الجني التمور، ولذلك فنحن نستعد لهذا الموسم العظيم الذي يعتبر عرصا من أعراس صوف، ولذلك كل الفلاحين الآن منشغلين بهذه العملية. وتعتبر التمور في واد صوف على نوعين، النوع الأول تمور البعلي والنوع الثاني التمر المسقي.